أول سفينة أبحاث إقليمية في المملكة. كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن بناء هذه السفينة التي ستكون الرائدة في أسطول سفن الأبحاث السعودية والمتاحة لخدمة جميع المهام البحثية البحرية بما في ذلك المشاريع العملاقة والوزارات الحكومية، وذلك عن طريق شركة فراير لبناء السفن التي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في بناء السفن، والتي ستقوم ببناء السفينة في حوض بناء السفن التابع لها في مدينة فيغو الإسبانية. وستتيح السفينة التي يتوقع اكتمال بنائها في عام 2026 الوصول الكامل إلى البحر الأحمر بما في ذلك المياه الساحلية وأعماق البحر، وسيكون لديها القدرة على استكشاف جميع الاهتمامات العلمية الرئيسية في البحر الأحمر كالشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى والتكوينات الجيولوجية، مما يعزز الأبحاث في المملكة ويجذب المزيد من الشركاء الدوليين، حيث ستشجع على المزيد من التعاون العلمي وترسيخ مكانة المملكة بصفتها رائدة عالمية في الأبحاث البحرية، كون البحر الأحمر يحظى باهتمام كبير لدى العديد من الأوساط العلمية. وسيبلغ طول السفينة 50 متراً وعرضها 12.8 أمتار، وستكون مصممة لتعمل لمدة 30 عاماً، ويسمح تصميمها المعياري بتعدد أنواع المختبرات التجريبية التي تتوافق مع التقنيات البحرية الحالية والمستقبلية لاستكشاف البحر الأحمر، كما يمكنها دمج تقنيات دفع خضراء جديدة لخفض بصمتها الكربونية على مر السنين، وستكون بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية بصفتها سفينة أبحاث قادرة أيضاً على دعم الاستجابات الوطنية لحالات الطوارئ مثل التسريبات النفطية، الحوادث البحرية والجوية في البحر الأحمر. كما تتسع السفينة من المنظور العلمي لـ30 شخصاً، ومن المتوقع أن يكون 12 منهم من أفراد الطاقم، أما الأماكن المتبقية فهي مفتوحة للباحثين، وستكون قادرة على استكشاف أكثر النقاط عمقاً في البحر الأحمر ونشر مجموعة متنوعة من المركبات المشغلة عن بعد والغواصات ذاتية القيادة تحت الماء لإجراء مسوحات بصرية وصوتية وأخذ عينات من المياه ورسم خرائط لقاع البحر، فيما صممت سفينة الأبحاث من قبل شركة جلوستن الأمريكية التي ستواصل تقديم الدعم الهندسي خارج الموقع في أثناء البناء، إلى جانب اختيار شركة ماريتايم سيرفي الأسترالية ممثلة لكاست في الموقع، وستشرف على أنشطة البناء اليومية ومشاركة عشرات الجهات المعنية في المملكة. تعد هذه المبادرة تعبيراً عن التزام كاست بتعزيز البنية التحتية للأبحاث في المملكة، وتفتح أفقاً للتعاون العلمي والتقني مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.